متابعينا الكرام، السلام عليكم. كنتواجدوا في القصبه، هذه البلاصه هذه هنا فين تعرض الاخ اللي غيقدم لنا الاسم ديالو رشاد محمد. غيقدم لنا الاسم ديالو وغادي يقول لنا شنو طرا ليه. هو بالفعل اللي وقع له هو ان واحد الكلبه من كلاب الضاله، وهي راه والده، ربما خوفها على ولادها هو اللي دفع على انها تهاجم الناس اللي كدوز من حداها. الاشكاليه الكبيره هي ان هاد الكلبه هادي ماشي اول واحد عضاتو، عضات عداد، ومن وراه من وراه العضه ديالو هو عاودت عضات وحدين اخرين. اشكال اخر مراه ودر صغير ودابا واحده. دابا اشكال اخر هو انها جات قريبه للجامع، الناس كيبغيو يمشيو يصلوا غير الفجر كيوحلوا. ما نطولوش بزاف ونخليو سمع محمد يعاود لنا اشنو كاين. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. الاسم ديالك رشاد محمد، ملقب بالجعمه، فاعل الجمعوي خويا. كنسكن حي القصبه، المحل ديال الاخ ديالي كنت عنده غادي خويا من هاد الكارتي من هنايا. الكلبه والده، انا عارفه والده تمايا، ماشي كنحطبو عليها كنحنو عليها، ولكن ما كنتش كنظن انها غدير لي هاد الحاله. غادي يا خويا من يلاه غندور من داك الممر من اللي ويت لي، راه كلبه ماشي كليب، راه كلبه. اللهم بارك. لا شفناها متاخر، راه كلبه خويا. والده تسعود تمايا، راه شدت لي فهاد ليموني ديال سميتو، شدت لي بالعرق ديالي. باش كتصور ملي كتولي عندك كتخيط، وملي عندك خصنا ما يخيطش، ولكن اخويا انا خيطوا ليا، انا نزبت من الدم ونزبت من هذه. مشيت اخويا للمناسبه، واخا بلاتي قبل ما تمشي انت، دابا هاد الكلبه هذه مولف كتشوفها دائما هنا. يعني شحال المده تقريبا؟ ودابا اش غنقول لك، كلاب الضاله ولات عايشه معنا في القصبه، ما كايناش غير كلبه ولا جوج ولا ثلاثه ولا خمسه ولا سته ولا 10. غنقول لك كاينه ما يفوق 18 كلب عايشه معنا في الحي ديال القصبه، واكثر في هذا الحي هنا حدا ديسبونسير. راه غتجيب الليل راه مصيبه كحله، الناس مابقاش كتمشي تخدم، الناس مابقاش كتمشي تصلي، الناس مابقاش كدير شحال من حاجه على كلاب الضاله. ماشي غير في حي القصبه، في العاليه، في الحريه، دوار صافي كورومبا عندها كيب ديالها. وقبل مني جمعاويين، وقبل مني ناس، وقبل مني دوا، وقبل مني هضروا، ولا من يجيب ولا من يو. واخا هادي ولا من يجيب. كنا حنا سمعنا هنا في مدينه المحمديه على ان شي جمعيه جات وتطوعات ودارت واحد ليساي وقلبات على انها تضحد لهاد الكلاب الضاله. ما عندكش شي معلومه عليها؟ عندي معلومه، وحضرت ليهم، جاوا بطونوبيل وجاوا بجوج تليفونات وجابوا داك الكروكي حاجه ديال حاشاك الكلاب داك الكاج، وكيعطيو الكلاب كياكلوا. تصور كل كلب كيديروا معاه التصويره، كل كلب كيديروا معاه التصويره وزادوا في حالاتهم. هادشي اللي داروا يعني ما كاين والو. لا خيرو ديالو كون داروا، ما غنتعطش انا كون داروا، ما غيتعطش هذا الراجل دابا كون داروا، ما غتولي تشد الكلبه هنا، ما كاين حتى حاجه. اسمع، ما تعضيتي تعضيت اخويا، مشيتي للسبيطار يا اخويا اللي غالب في الامر. ما ضرتنيش الكلبه علاش عضاتني، وقضى قدر الله كتابش عليا، ما عندي ما غادي ندير، الحمد لله على قدر الله. خسرت دابا على ما يفوق 800 و900 درهم، ما كاينش مشكل، ولكن الغالب الامر اللي ضرني وهو من اللي مشيت لحبس الصحه اللي كيتواجد في العاليه، سونتر على قدو، بانو على قدو، فيه الناس خدامين. لقيت الطبيب تما، ديت معايا الورقه على اساس باش غندير الفاكسان بانني راه عضني كلبه. حتى كنتفاجئ قال لي ودي راه ما كاينش، راه ما بقاش عندنا. واش غندير دابا؟ ما عندهمش الفاكسان، ما عندهمش الفاكسان، حل لي الثلاجه الدكتور. حل لقيتهم، قلت لي شنو غندير دابا؟ قال لي غتمشي للدار البيضاء الباسور. الله يا ميمس، وعاد تنقلت اخويا، وعاد شدي طاكسي صغير، طاكسي ديال المدينه، وعاد نزلت في المدينه، وعاد مشيت الباسور ودخلت، استقبلوني ما ننكرش، تلقيت البراوات، خديت البراوات، حتى ساليت، قلت لها الله يجازيك بخير، بغيت شي مسؤول. قالت لي علاش؟ قلت لها علاش ما لا على سولتها، قالت لي غتجي كل سبت دق جوج، وانا نغوت. قلت لها اختي راه بزاف عليا، وانا من المحمديه ومريض وهادي والمركوب. قالت لي راه الناس ديال المحمديه ها البراوات ديالهم، ها الكارطونه ديالهم، راه هما اللي ما بغوش يجيو يديوها. اتحملوا المسؤوليه على هذه الكلمه، بان الفاكسان كاين في الباسور، والناس المسؤولين ديال المحمديه غنشرحوها للناس، ما بغاوش يجيبوهم. تخيلوا معايا الفاكسان كاينه ديال في الباسور، الحق ديال المحمديه في هذا الفاكسان، لا قوة الله اكبر. تم وصل قائمه اسمها ميكسير الدكتور الشرفي والمقام المحمود الذي وعدت انك لو تخلف الميعاد. هذا نوع من انواع الكلاب الضاله اللي كتواجد هنا في القصبه. يعني هاد المشكله، هاد الافه هادي خصو توضع لها حد. راه كاينين بعض الجماعات اللي دعوهم الناس وراهم ربحوهم، ربما يمكن فوجده راه شي واحد دعا
الجماعه وعلى ما كنظن وقيله حتى سي محمد هو خصو يمشي في نفس الدعوه. راه غنصوب شهاده طبيه غير خصو يدير واحد الدعوه ضد الجماعه. هذا ماشي تحريض وانما هذا حق، حق من الحقوق ديالو انه يستمر في الحق ديالو ويطالب بالحق ديالو. سي محمد غادي نحاولوا نكملوا الحوار ديالنا. لا جينا سي محمد بعد رفع الاذان نكملوا الحديث ديالنا. قلنا على ان الحق ديال مدينه المحمديه في ذاك الفاكسان هاو ما الناس كيشهدوا على انه موجود وكاين في الدار البيضاء في معهد باستور. ها عباد الله باش يحشموا عليكم تخليوا الناس. ها هو دابا عاد واحد السيد يلاه قلت له هذا الشيء عاد تصعب بالله العظيم. هنا هنا هذا اشكال، هذا اشكال مصيبه ماشي اشكال مصيبه. دابا ملي غادي يمشي هذا السيد يبغي يدوب تزوج الشوكه ما يلقاهاش في السبيطار مولاي عبد الله. دابا واخا تقول لك الفاكسان دابا خصك كل سبت تمشي لعندك. كل سبت نمشي ندي جوج، ندير جوج كل سبت. شوف واش عندك القدره والامكانيه؟ لا ما عنديش، انا واحد الانسان درويش بسيط كنتلاوط مع الوقت. عندي جوج وليدات يا سامة خصني ندخل لهم. انا دابا تعوقت من ولدي ما كنتش ندخل على ولادي. دابا تبيمو تريبي وغنتقاتل يدي معوق. لا ولكن هنا في هذه الحاله هذه اسمع محمد راه عندك الحق على انك تتابع الجهات المسؤوله على هذا الشيء. نهار تيغمشي نصوب حقك. راه باقي عندي خصني نشوف تروماتو نهار الاثنين. راه عندي رونديفو ديال الطبيب ديال العصب. راه عندي مشكل نمشي على الدار ترويشه. راه فرسكت لي دراعي اخويا دريس، فرسكت لي دراعي. راه ماشي راه عضه ديال البصح. تصور هي كتجبد وانا كنجر، هي كتشد بي وانا كنجر. راه صاحبي هي كتبقى بكما ما عادش غنعادي. راه قلت لك دابا نسالي معاهم. راه كنقولها راه ساعه دابا نفوت فيهم ساعه كله من الكلام. ولكن لا ما بغيتش هي بكما، ما بغيتش نادي، ما بغيتش ندي دم مع الله. كنطلب من الناس مسؤوله دير التدخل السريع لان ما نقدرش نفهمتي. ماشي انا راه بزاف اصاحبي الناس مضرون. كتصور دابا الحديقه على من زوينه ساق الجريده باش نضيف لك واحد المعلومه. راه ما مقابلهاش حتى جماعه المحمديه. راه عمر ما جات لها. هذا واحد احنا عارفين مقابلها واحد السيد متطوع واد القصبه حسن عسيله اللي كنشكرو. هو اللي كيسقيها، هو اللي كيكربلها، هو اللي كينقي، هو اللي كل شيء. عمر والو ما داروا حتى شي حاجه. وراكم تعرفوا المحمديه راه ولات من لي دودار راه ما مصبوغينش. راه غندير نجبد، راه غنجبد لاستيك بزاف. خلينا دابا غير في الموضوع ديال العضه. هذا هو المشكل. اسمع محمد. نعم خويا. الاكيد انك غادي تكون ضريتي من هذه العضه هذه. هذا شيء اكيد. اكيد انك غادي تتبع المساطر القانونيه ان شاء الله. كلمه في حق هاد المسؤولين، في هاد الناس اللي حنا ثقنا فيهم وعطيناهم الاصوات ديالنا، ورغم ذلك بقى شوهه المحمديه هي شوهه. ماشي شوهه، غنسميها انا مصيبه. انا كنتمنى، ولو كنتمنى بغيت غير شي مستشار ولا شي عضو ويجي ويدق على شي مرق ويدق على شي سميسو. راه ما باغين دقيق، راه ما باغين زيت، ما باغين حتى شي حاجه. راه كاينه معاناه في القصبه. راه كاين السيد ادريس اللي ناعس في الزنقه كيبات هو وولادو. راه انسان راه واحد جا الجامع البيض السيد ادريس مصاف لك وتحملوا المسؤوليه. راه هو هو ووليداتو. راه مات ليه ولده في الزنقه. كتصور انت واش هو في الزنقه حكم عليه، تحكم عليه بالافراج. وعمر شي مستشار ولا شي عضو ولا جا عنده باركين تما كيحضروا لك نهار الدوره كتلقاهم كيتغاوتوا. ربما رئيس الجامعه ساد عليهم ذاك الروبيني عارف هما شنو باغين. ما راه ما كاينش ما مفوض حتى شي واحد دير خدمته بيدو. حتى هو كنقول له ودي مشي نوض يعطي المدينه المحمديه لان الناس ديال المحمديه ساقط بك. نوض اعطيهم الحق ديالهم. هذا المشكل ديال كلاب الضاله شنو تبغي تقول لهم؟ بان انا سمعت دواو قبل مني الناس. راه ما دويش غير انا ادريس ولا اليوم. راه دواو جمعيات ودواو الناس واصلين قانونيين ودواو حقوقيين ودواو ودواو ودواو. شكون اللي تصنت لهم؟ هذا غير تصنتوا لي انا. ربما الا هداهم الله، ربما الا حشموا، ربما الا راعوا. واخا هاد الناس دابا اللي كيتعرضوا دابا للعضان اولا الهجوم من طرف هاد الكلبه هادي اللي باقا حاصله هنا. وهاد الناس هادو ما قدروش يتحركوا زعما ما وصلهمش اخبار. وصل لهم الاخبار. ولا زعما ما تحركوا. عيط لي عضو مستشار السي ادريس وما غاديش نسمي سميتو. قول لي سي محمد ما كنتيش دير ديك الحاله ملي ضريتي جي عندنا حنا ندوك فيه. اش خاصك؟ ما تقولش لي انا اش خاصك؟ انا برزقي وكنطلبك مع الوقت وغادي مع الوقت. ما تقولش لي ما كنتيش دير ديك عشان انا ضريتهم البارح. ربما واحد الاذاعه درت مع البارح ومسيتهم شويه وكنتلقى بالهاتف اليوم باش ما نبقاش نتصور. وانا غنبقى نتصور وغندير الاجراءات القانونيه ناخذ الحق ديالي وحق الناس. غادي ياخذ حقه في اطار القانون. غادي ياخذ حقه بدون مساومه. غادي ياخذ الحق ديالو بلا ما تعيطوا عليه في الهاتف. هذه مساله مفروغ منها. علاش؟ المواطن الشريف ما كيهموش
واش عيط عليه شي مسؤول او ما عيطش عليه. المواطن الشريف كيشوف اللي خصها تبدل غتبدل، اللي خصها تغير غتغير، اللي خصها دار خصها دار. اما باش عيط عليه في الهاتف هذيك مساله كتسمى بالمساومه. كنتم معنا عبر المباشر وبالتسجيل من امام القصبة قرب مركز ديال الاستشفاء اللي كاين في القصبة، في باب القصبة حدا القلايه. سي محمد اللي تعرض لعضة ديال كلبه ما عرفناها جاهله، ما عرفنا شنو فيها، عارفين هذه راه والده. نتمنوا على ان هاد الناس مسؤولين ياخذوا العبره من هاد سي محمد اللي وقعت له هاد المشكله. راه باقيين سي محمدات اخرين وناس اخرين وناس مهددين بخطر. دمتم في رعايه الله. تحيه والتعليق للمواطن. السلام عليكم.